أيوة سادة، تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم بالعيد الوطني 47 على وقع منجزات تنموية وتقدم حضاري في جميع المجالات. وأسهمت الرؤية الثاقبة التي أرسى دعائمها رئيس الدولة المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ويواصلها رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أسهمت في تحقيق مستقبل أفضل وتقدم مزدهر لدولة الإمارات. 47 عاما على خط أولى الحروف في التاريخ الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي جاءت بعها الصفحات المكتوبة بماء الذهب لتروي للعالم أجمع قصة المسيرة المتميزة للإمارات نحو العلا. ففي 2 ديسمبر من كل عام تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعيدها الوطني، والذي كان فيه قيام اتحادها عام 1971 واجتماع 7 إمارات على قلب رجل واحد. خلال أكثر من 4 عقود تمكنت الإمارات من الريادة على المستوى العالمي في مجالات عديدة ومختلفة، أصبحت من خلالها ذات صيت ليصل إلى كافة شعوب العالم. فعبر بوابة الطموح سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة إنجازاتها العالمية على مختلف الأصعدة لتعزز ريادتها الإقليمية في قطاع المال والأعمال، وتبقى ساعية بجهود أبنائها بنفس الزخم المعهود لمواصلة إطلاق المشاريع وتسجيل الإنجازات التي من شأنها الأخذ بيد الإمارات نحو مزيد من السمو عاليا بين الأمم. وعلى غرار التميز في قطاعات السياحة والبنية التحتية والاستثمار في الإنسان، واصلت الإمارات عطاءها الإنساني لتحتل مكانة كبيرة في خريطة المساعدات التنموية، كما حافظت على حضورها العالمي في مجال التسامح، واستضافت العديد من الأحداث والمناسبات التي عززت مكانتها في هذا الصدد، ومن أبرزها القمة العالمية للتسامح والمهرجان الوطني للتسامح، وهو ما عزز من مكانتها كمركز للوسطية والاعتدال في المنطقة والعالم. وبطموح لا حدود له تبقى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة رمزا للإنجاز ومثالا للتميز ونبراس نجاح يقتدي به كل من يطمح للوصول إلى العلا.